السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقعات بارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر مع زيادة الخامات العالمية. أسعار شركة إيديتا للصناعات الغذائية رفعت 2 من منتجاتها ما بين 25 و50% في ظل ضغوط تضخمية تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار السلع في البورصات العالمية. في شركات الصناعة الغذائية وإيديتا من أكبر الشركات في مصر، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتونكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا. وتجتاح العالم موجة غلاء طالت أصناف من المواد الخام والسلع، أضافت إلى زيادة مطاردة في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي وسط توقعات بموجة تضخمية خلال الفترة المقبلة، حيث ارتفعت أسعار المعادن والحبوب والزيوت والبقوليات والمحاصيل الزراعية. إن الشركات الثلاثة العاملة في إنتاج الألبان من الزبادي ومنتجات الجبن في مصر، وهي جهينة ودمتي وعبور لاند، تواجه أيضا تحديات لارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة أسعار اللبن الجاف، أهم مادة خام في منتجاتها، لكنها تسعى لاحتواء هذه الزيادة في التكلفة من خلال طرح منتجات جديدة بسعر يستوعب زيادة التكلفة، بما يمكن هذه الشركات من الحفاظ على حصصها السوقية الحالية. وتظهر البيانات أن ارتفاع التضخم الشهري في سبتمبر جاء مدفوعا بزيادة أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبيض والألبان. وخلال العام الماضي تأثرت مبيعات الشركات نتيجة إلغاء العام الدراسي ضمن تداعيات أزمة كورونا، خاصة الشركات المنتجة للوجبات السريعة الأساسية السلع الغذائية التي تستهلك خارج المنزل، فيما تمكنت شركات من تحسين مبيعاتها. وتتوقع أن تبدأ الشركات في تعديل أسعارها بداية في مطلع العام المقبل وفقا للمتغيرات العالمية. يعني في زيادة في الأسعار المواد الغذائية شاملة عالمية، زيادة عالمية مش في مصر بس. طبعا ربنا يلطف بينا يا رب، والأمور ترجع لما قبل الكوفيد-19. دمتم في رعاية الله. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.